طبق فول انا شخصيا بحبه قوي في السحور، فول بالسجق. هنعمله مع بعض ازاي؟ الفول عندنا نوعين، يا فول حب زي اللي انا عملته امبارح بالطماطم او بالقوطه زي اخواننا الاسكندريه شفناه مع بعض ازاي، يا اما ان انا هعمله دلوقتي فول مهروس. حلو الكلام. المقادير بتاعته فول مهروس في قلب القدر عندي، القدر دي هتنام معانا لغايه اخر الشهر الكريم ان شاء الله، لان هيكون معانا 30 طبق فول مختلف. اهو حاضر هحطه حالا دلوقتي، هحطه هنا في الطاسه ونحط عليه المقادير بتاعتنا. ومعانا سجق بلدي، يعني شويه سجق كده من عند الجزار حلوين، بناخد منهم شويه ونخلي التاني ممكن نعمله طاجن، مفيش اي مشكله. ادي الفول بتاعنا اهوت على زيت الزيتون نزل. بس شوفوا القصه اللي انا عاملها دلوقتي. ده الفول في القدره نزل زي الفول. تمام، فول مع زيت زيتون حطيته على النار بالشكل ده كده، احط له شويه الكمون الحلوين، سهل جدا يعني. شويه الكمون الحلوين وشويه الملح التمام، عايزينه سبايسي بنحط شويه فلفله حلوه على الفول كده. الفول جاهز، هتقدمه بالسجق ازاي؟ هو ده الكلام. فول، تجيب الفول على فكره من عند اي حد فوال، او بتجيب الجاهز مفيش مشكله، او بتدمسيه في البيت. احنا المصريين بنحب ندمسه في البيت. بتجيب 2 كيلو فول تنقعهم من بالليل، تاني يوم بتحطهم على حل في النار وتسيبيه يغلي. بعد ما بيغلي بيكون جنبك ميه، بتغلي بتزوديه ميه من وقت للتاني، وحذار انك تحط ميه بارده على الفول وهو بيغلي، هيسود منك. شويه فول معايا زي الفول. حلو. هعمل ايه بقى؟ هجيب طاسه تانيه صغيره وعندي سجق بلدي. اللهم صل على النبي. هقطع السجق ده مكعبات صغيره، هزين بيه طبق الفول. عندنا سجق اهوت. زي الفل. مش الكميه دي كلها طبعا يعني، انا باخد منه شويه كده اهو. حلو. وامسك السجق ده كده بسكينه حاميه، اقطعه مكعبات صغيره والطاسه بتسخن. هحمر السجق ده في قلب الطاسه زي البطاطس المقليه كده، يبقى مكعبات معايا مستوي جاهز. واسقطه على وش الفول بعد الغرف. ده الشرح النظري للطبق بتاعي، تفاصيله اهي. شايفين السجق اهو. ده طبق السحور فيه كل العناصر الغذائيه، بروتين حيواني، بروتين نباتي، زبادي جنبه يبقى زي الفل، طبق سلطه خضراء وتعشت الحمد لله وننوي الصيام. كوبايه شاي زي شيف المغازي كده، انا عندي كوبايه الشاي اهم من السحور. ولازم اشربها قبل الاذان مباشره، بشوف كل يوم للامانه على القناه الاولى قبل اذان الفجر. بيجي طبعا كل يوم، كان امبارح شيخ مختلف والنهارده شيخ فضيله شيخ مختلف، بيقول تواشيح رمضانيه وكده وابتهالات دينيه بنسجب معاها بصراحه، ويبدا بالاذان على طول، بكون ماسك كوبايه الشاي ومستعد بصراحه يعني. والله يعني حاجه تفاصيل كتيره السنه دي ان شاء الله على شاشه القناه الاولى انا ما شفتهاش قبل كده. زيت زيتون حلو، ركزي معايا بقى عشان هنا المهم. فص توم حلو قوي. حلو زي الفل. وننزل بالسجق بتاعنا ونسيبه على النار كده. ما تقلبهوش خالص دلوقتي، اوعي تقربي منه، سيبيه دلوقتي خالص. هقول لك على حاجه حلوه، غطيه باي غطا كده جنبك اهو. دي هتغطيها شيف علشان ياخد الشكل بتاعه، انا مش عايزه يتكسر. عايزه ينافس البروتين الحيواني، البروتين الحيواني مع البروتين النباتي في طبق واحد، وجبه سحور كامله. الفول بعد ما اتهرس حطيته في طاسه مع زيت زيتون وبقلبه كده مع شويه كمون، خلاص هو جاهز، هقدمه في الطبق. ايه الجمال والحلاوه. شويه فول هنسيب كل اللي على السفره ونركز عليهم مع العيش بتاعنا كده البلدي. حلو قوي، تسلم ايدك. معانا سجق على النار، والسجق ده يا عم الشيف واخد فلفل حار. ايه الجمال والحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. هي نفس الاكله، السجق مش هقلبه خلاص هو جاهز. زي ما هو كده. هي دي التفاصيل اللي انا بتكلم عليها. لازم ضيوفك يسالوك ايه ده، ايه اللي انت عاملاه ده. والله بفتح القناه الاولى بتابع الشيف المغازي، بيجي السنه دي في رمضان كل يوم بيعمل طبق فول، بس كل طبق وله تفاصيله. مكلفنيش حاجه، هم شويه الفول اللي في قلب التلاجه، هم شويه الفول اللي بنجيبهم من عند الراجل بتاع القدره، وشويه السجق اللي موجودين في التلاجه كان عندنا باقي. ما عند كيس السجق ممكن تحط لحمه مفرومه بنفس الطريقه زي الفل. صورني معايا يا شفيق.